1500 عائله غتشرد غتمشي للشريك، 130 عائله اللي غتستافد مجانا غتريق غتمشي للشريك مستفيد من هذا الموضوع. الله اعين. المشروع ديالنا ما يتهدمش، حيت حنا واحد الناس حلمنا واحد الحلم وكنتسناو داك الحلم بغينا نعيشوه. مجموعه ديال المطايف الغلوطه اللي كتروج على الشركه ديالنا، فلا بد ان اعطي باختصار شديد من هي جهه العقاريه، وهذا ربما الاخوان المتتبعين اللي يسمعوا تيعرفوا. شركه جهه العقاريه ايها الاخوان هي شركه مواطنة مغربية رأس مالها مغربي بنسبة 100%. يدير شركة جهة العقارية إطار القانون يسمى البارك اليمني، حاصل على مصدر القانون من أفينيون فرنسا 2005-2006، شاب مغربي من 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 من, من وسط اجتماعي فقير جدا. أطراك يا أيها الناس، كما أطريتك يا أيها الناس، كون رسول رسولك يا أيها الناس. فهذا من جهة يدير شركة جهة العقارية كذلك أطر ما يزيد على 30 إطار بين مهندسين وتقنيين ومحاسباتيين ورجال يعني التجارة، وتشغل بطريقة غير مباشرة أزيد من 700 شخص، وتستثمر واحد المنطقة اللي معروفة عند عالي والبالي منطقة قوارات طريق السابية بتمارة، واللي هي معروفة بدواوير ديال الأحياء الصغيرة. شركتنا خدات على عاتقها الاستثمار في هذه المنطقة المعقدة جدا، اللي كانت هي نتاج ديال واحد الهجرة القروية اللي كانت وقعت في الثمانينات وبداية الثمانينات إطار الجفاف، وجاو الناس وشراو في التمارة وشراو في حياتهم، بما يعني أن الوعاء العقاري للمنطقة جد معقد، حيث أن إذا ساريتو فيها ملي كتفوت أسواق السعر المتجلي تلقى قوة ديال الرملة، تلقى البراد، تلقى كذا تلقى كذا، يعني واحد المنطقة مستعصية على الاستثمار. فهذه حنا حقيقة دركناها وقبلنا بها ودخلنا كنستثمرو في هذه المنطقة. مشاريعنا جهة العقارية ماشي طاحت البارح من السماء السلام عليكم بنات بلاد الخير. هاد المشاريع موضوع الهدم اللي هي الموضوع ديالنا دابا هي المشروع الثاني أو الثاني، الجهة العقارية، الجهة العقارية سلمت القدس واحد في أكثر من 450 شقة اقتصادية وبجودة عالية ويشهد لها الجميع، وأقرب نقطة في السكن الاقتصادي في تمارة سلمت القدس جوج في أكثر من 480 شقة، ريسبسيونات زدها جوج في أكثر من 500 شقة فيها 204 يعني اقتصادية، أشرفت فرهور على 100 شقة في مجمع مويان يعني اشرفت على النهايه ديالها، تمت لها 5 ديال الفيلات في طريق زعير بروفي وسطوني. يعني اللي بغي انا نصحح للاخوان في الاعلام شكون هي جهه العقاريه، حيت الاعلام المضاد يروج دابا بحال واحد السيد جا اباك طاح من السما سخن عليه راسه وبدا كيبني بالعشوائي الا في امريكا مع امريكا ويعلي ويعلي وبغا كيعطي شي للناس وشي كيقول السيمه مسوسه شي ولا فيها مكتب دراسه شي كذا، ماشي هذه هي حقيقه الجهه العقاريه. الاطر ديال الجهه العقاريه وسولوا على مكاتب دراسات وسولوا على اللي كتاخذ الجهه العقاريه شكون هما اللي مشهور لهم مجهود لهم بالكفاءه على المستوى الوطني. حنا هادشي ما كنشطروش فيه، الجوده والسلامه ديال سميتو ما كنشطروش فيها في البناء ديالنا. المشاريع موضوع الهدم ايها الاخوان ماشي عماره ولا جوج، وانتم تعلمون هادشي جيدا لان مولات الشعب المغربي ماشي شي وحدين الأمريكان. تعلمون جيدا انك ملي كتبغي تبني بيت الا ما كانش عندك الاوريزاسيون ما تبنيش. فالان سيدي راه العدد ديال البنايات المبنيه راه 38 عماره، راه مده سنتين ديال الخدمه، وخمسه الفيلات راه مده عامين ديال الخدمه هذه، ماشي هنا حتى لا ندخل في النقاش ديال كذا بناء بدون رخصه. حنا تنقولوا سيدي ما حناش بناء بدون رخصه، ماشي وضعية بناء بدون رخصة، حنا حطينا الملفات ديالنا قيد الدراسة، ولعل أحد الملفات اللي هو ازدهار جوج، كان موضوع بحث لدى السلطات لأنه فيه محطة الوقود، ومحطة الوقود عندها قانون خاص ديالها، خاصك دير لونكيت بيبليك، خاصك تفتح حاجة التعرضات، خاصك دير الدراسة البيئية، خاص كذا خاص كذا خاص كذا، يعني الملف كان يروج لمدة من 2021 ويروج أمام الإدارات،
ولم تودي فيه رأيي لحد الساعة. ماشي اللي فقنا من هذا ونظر لنا تنجو دون فرصة. فدخل قرر له بطريقة لا مقتنع بها، طريقة غير مقتنع بها، لا مصداريا ولا كذا، ما ندخلش في هذا الشكل لأن هذا تاني الأساتذة وكاين رجال القلم نحترم الأساتذة. تهدمت لنا 180 شقة وخمسة ديال الفيلات يعني في رمشات بعيدة. ونحن نتساءل على أي سند قانوني يستند قرار الهدم بعد سنتين من بداية القشرة. وهذا المستشهد اللي يجوبني ويجوبكم على الحالات المتفردة اللي كينص فيها المشرع على قانون على هذا. ثم السؤال، ألم تكن هناك خيارات يطرحها قانون التامير؟ قانون التامير ما كانش بدا شي غير جي واحد نمشي معك أبعاد من ذلك ونعترف وجدنا يلا ما نتسناوش حنا كاع القضاء حتى يقول هذا لماذا ونعترف بأننا بني نازلين بدون رخصة. اعترفنا كاع بأننا بني نازلين بدون رخصة، اش تيقول قانون التامير؟ بناء بدون رخصة عنده غرامة من 5000 درهم كم 100000 درهم تحال المحكمة تقولش كريم تقولش كريم. ألم تكن هناك خيارات وقانون عاطيك خيار ديال التسوية؟ قانون عاطي خيار ديال التسوية ديال البناية خاص جوج شروط تحصل احترام هاد التصميم التهيئة وتوفر شروط السلامة. توفر شروط السلامة ماشي متوفرة 100% متوفرة 1000%. الخبرات والدراسات اللي درنا عن مكاتب الدراسات وعن مكاتب الخبرات تثبت بان البناء ديالنا عالي الجوده وفيت لي نور فيت هذه. فلماذا هي وراء هذا القرار؟ ومن له مصلحه في هذا القرار؟ وسيدنا الله ينصرو يقول في الخطاب ديالو الاخير اكد على نقطتين اساسيتين لا ثالثه لهما في الخطاب، نقطه الماء باعتباره هو شرايين الحياه، ونقطه تبسيط المسطرة على المستثمر وتبسيط المصادر والابتعاد على كاع التعقيدات الإدارية. فين حنا في هذا الخطاب؟ والشركة اللي يلاه خارجة كباقي المقاولات المغربية، ماشي غير حنا، باقي المقاولات المغربية يلاه خارجة من ظروف الجائحة ومن ظروف الجفاف. ونحن والشركة الوحيدة كنقولها، ماشي جوج، قلب لي لقيتي في تمارة وربط وحدة. الشركة الوحيدة اللي حاملة على عاتقها إسكان 130 عائلة من دور الصافي هزيناهم كرينا لهم بنينا لهم من 2019 ثلاث سنوات وحنا تنخلصوا في الكرة والناس كاينين رجلنا مولي البلاد شنا المستفيدين كنا نقولوا ثلاث سنين والشركة ديالنا كتخلص ما بين 120 120 درهم 140 درهم ديال الكرة شهريا لمدة ثلاث سنوات وسبعة. أليس في هذا مساهمة من الشركة حل واحد الملف اللي السلطات في تمارة عندها فيه مشكل كبير اللي هو بان ديالوج مخصص حل؟ واش هذه ماشي مساهمة ماشي شركة مساهمة في هذا الحل باش تكافئ بهذه المكافأة؟ وكيف يعقل أنا غير في السرولية بغيت غير نفهم ضيعة الوالدين أنتم كصحافة ولا كرجال القانون واش عمرك شتي أنني نعطيك 130 شقة محترمة لجميع المعايير فابور تقول لي لا خويا ما بغيتهاش بغيت الله الله أو غيداش بغيت نريد الله جد. من المستفيد؟ لا يعقل. دخل كيف ما قلت قرار هذا شاف المسطرة ديالو لجحنا للقضاء ف على الأقل على الأقل كان يحترم قرار القضاء. القضاء لا زال لم يبت في الهلال لا زال لم يبت فيه قضائيا بشكل نهائي ما زال يروج أمام القضاء على علة يعني واحد العدد ديال الامور لازال يروج امام القدر. يعني هذه النقطة الأولى وغنختصر باش نعطي الكلمة للأساتذة وباش نعطي الأسئلة. أهكذا تكافئ مثل هذه الشركات؟ كم تعرضوا وهذه مسؤوليتكم كإعلاميين كم تعرضوا لهجمة إعلامية شرسة من جهات لا نعلمها؟ حيت أنا باش نكون معكم صريح جدا أنا ما بقيتش في خلاف
مع أجهزة إدارية بخصوص رخصة لا ماشي رخصة لا غرامة لا ماشي غرامة. أنت الدولة ديالنا هذه وحنا ممتنين لها وحنا وليدات ديال هذه البلاد سواء كسلطة أو كإداريين أو كمسؤولين أو كمستفيدين. حنا كاع ولاد المغرب الحمد لله وما كنزايدوش حنا ما كنزايدوش حنا ما كنفاوضوش الدولة ديالنا حنا تنديروا البرارك يعني خاصنا مقابل وخاصنا امتيازات. حنا ولله الحمد سولوا جميع الإدارات ولا عمر شركة جيل عقاري من أن استفدت من شي امتياز. السلام عليكم، انا الساكنه ديال دوار موسى. حنايا كنطالبوا بالسكنه ديالنا تبقى لينا. المشروع ديالنا حنا مازال واجد ومازال كاين بني، والهدم فين كان تيريب كان حداه. الساكنه ديال دوار موسى باسمي واسمهم، ماشي كنهضر غير بوحديتي، بهم هما رجال وعيالات وولاد وبنات والناس المستفيدين اللي كاينين في دوار موسى. اليوم انا كنقول لكم وكنوصل هذا النداء لسيدنا والخوتي المغاربه والناس اللي كيشوفونا وكيشاهدونا وكيشاهدوا الفيديوهات من النهار الاول حتى النهار الاخر. كنقول لكم وكنقول سيدنا بغينا الهدم يتوقف، وبغينا تحسين الوضعيه، وبغينا الملف يخرج من صالحنا وصالح الشركه. لحقاش حنايا اليوم راه غير كارين، راه الديور اللي ساكنين فيهم ماشي ديورنا. السيد كاري لينا وقايم بالواجب ديالو وكيخلص لنا الكرا ديالنا، واليوم كنشوفوا الترياب واصل المشروع ديالنا. حنا غناخذوا السوارد ديالنا في شهر 12 كنا غناخذهم. المشروع ديالنا واجد خاصو غير الشراجم والبيبان، كتبقى خاصها واحد الامور، وغناخذوا السوارد في شهر 12 كنا غناخذوا الكرا. هاد الشهر هذا ديال شهر 11 وشهر 12 ما كناش غناخذوا الكرا، غنتحولوا. واليوم كنتفاجئوا بالهدم كاين. حنا كنطالبوا تحسين الوضعيه والمالك يتدخل ويشوف فينا، وجه الله الحق سبحانه. لحقاش حنا غادي نتشردوا حنا وليداتنا وغنبقاو في الزنقه وما عندناش فين نسكنوا، ورا فيها عيالات ارملات وفيها عيالات مرضات وفيها ناس اللي ما عندهمش باش يخلصوا الكرا، وفيها ناس ما عندهمش حتى ما ياكلوا. حنا الناس كاريه ب 60 وكاريه ب 50 وكاريه، المهم حنا دوار موسى معروف عليه الناس ضعفاء وناس مشردين وناس حالتهم وما كاينش اللي خدام فيهم. كنقولها باسمي واسمهم، رانا ما كنقول شي حاجه مضرقه، وشافنا الناس والاعلان والعالم وكل شيء شافنا. كنطالبوا بالديور ديالنا والمشروع ديالنا يبقى لينا، المشروع ديالنا ما يتهدمش، حيت حنا واحد الناس حلمنا واحد الحلم وكنتسناو داك الحلم، بغينا نعيشوه. كنتسناو في الحلم ديالنا ناخذوا الديور ديالنا. اليوم قال لك مهددين بالترياب، ولكن لا راه بديك الشركه وجهها السيزي راه حتى حنا مشينا، ولا الشركه تسيزات راه حتى حنا تسيزينا. لحقاش مول الشركه اولا ما غيبقاش يخلص لنا الكرا، غيحبس علينا الكرا. منين غنخلصوه ومنين غنجيبوه؟ انا بعدا اولا انا ما عنديش باش نخلصو حتى ليله، انا عندي ولادي وكنعيش انا اللي خدامه غير بكتافي، كتشوفوا فيا انا بكتافي باش خدامه، كنجيب باش نتعشى فقد، وإلا ما جبتش يقسمك بربي المعبود وقدام الله الحق سبحانه وربي كيحسب عليا. والله اخوتي المغاربه ما كنقول الكذوب، كنقول الصراحه، وإلا ما جبتهاش بكتافي ما كنجيبهاش. عندي ولادي، ولادي قاسين ما خدامينش، واليوم بغينا ديورنا نشدوهم، ما بغيناش ديورنا نضيعوا فيهم. كاينين العيالات الكبارات والوليدات وكل شيء وتشردوا، وهذا السيد راه ما حناش ضده، راه هو معانا، وكي لقانا الوجه اللي لقانا به النهار الاول باقي لاقينا به اليوم، وتا اليوم تيقول لكم انا معاكم وفوسط منكم وانا شعبي وولد الشعب وغنبقى معاكم حتى الخير النهايه. انا كنشكر سيدنا، والله يخليك لينا سيدنا، والله ينصرك، والله ينصرك على الحق سيدنا، وانت ما كطيحش كلمتنا بخلا، كتسمعنا وكتسمع الصوت ديالنا. وديتي الواجب معنا، ولكن بغيناك تحسين الوضعيه في الملف، تحسين الوضعيه في الملف، ما نعيشوش في الزنقه ونعيشو مشردين. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.